بداية هذه النشرة لأبرز ما كتبت الصحف الإفريقية الصادرة اليوم من رواندا، حيث ركزت The New Times اهتمامها على قضية الممول المفترض للإبادة الجماعية للعام 1994 فيليسيان كابوغا الذي اعتقل في ضواحي باريس بعد أكثر من 25 عاما من الفرار. وأفادت صحيفة The New Times الرواندية بأن محكمة الاستئناف بباريس أصدرت أمس رأيا إيجابيا بشأن تسليم فيليسيان كابوغا للعدالة الدولية، مذكرة أن كابوغا متهم بتكوين ميليشيات مسلحة من الهوتو مع عناصر آخرين والتي تورطت في الإبادة الجماعية الرواندية، ما أدى إلى مقتل ما يقارب مليون شخص وفقا للأمم المتحدة. وفي إثيوبيا أبرزت نيو بيزنس إثيوبيان أن وزيري المياه في إثيوبيا والسودان ناقش في اجتماع افتراضي سبل استئناف المفاوضات الثلاثية التي تشمل مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي. وإلى غانا، حيث أفاد الديلي جايد بأن دائرة الإحصاء الغانية أطلقت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي مسحا لرصد تأثير فيروس كورونا المستجد على المقاولات والأسر في جميع أنحاء البلاد. وإلى كوت ديفوار، حيث كتب موقع واسي.كوم أن رئيس لجنة إدارة صندوق دعم القطاع غير الرسمي اجتمع مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص خلال اللقاء الأسبوعي الخامس للجنة التقنية المشتركة بشأن كوفيد-19. وأبرزت الصحيفة أن رئيس لجنة إدارة صندوق دعم القطاع غير الرسمي استعرض خلال الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع الخاص كجزء من خطة الاستجابة لوباء كوفيد-19. ونختم من جنوب إفريقيا، حيث توقفت صحيفة ساندي تايمز عند الوضع الصحي الخطير في مقاطعة كيب الغربية جراء التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد. وذكرت اليومية أن 80% من المصابين لا تظهر عليهم أعراض الفيروس أو أعراضهم خفيفة، في حين أن 15% يتطلب الأمر دخولهم إلى المستشفى، بينما 5% يجب إخضاعهم للرعاية المكثفة.